أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الإفراج عن 7 من المواطنين الإماراتيين بالإضافة إلى 2 من الجنسية المصرية من قبل السلطات الإيرانية. وقد تسلمت دولة الإمارات مواطنيها بالإضافة للأشقاء المصريين بعد أن كانوا محتجزين في إيران منذ نهاية يناير الماضي عندما كانوا يقومون برحلة صيد بحرية في مياه الخليج العربي. وأعربت الوزارة عن شكرها لجهاز حماية المنشآت وقوات خفر السواحل لجهودهم في تسلم المفرج عنهم والمساعدة في تأمين عودتهم سالمين لأراضي الدولة.